ينضم إلينا بالقراءة وتحليل عبر سكايب من مدينة بازل السويسرية مؤسس ورئيس مركز ستاس الدولي لدراسات الاستراتيجية سرحان الطاهر سعدي. بعد التحية سيد سرحان، وحتى أبقي حضرتك على مزيد من التطورات، هناك بعض الأخبار ونقلا عن رويترز الآن تقول وعلى لسان بريغوجين يعلن في رسالة صوتية إعادة مقاتليه إلى قواعدهم بين قوسين حقنا للدماء كما يقول، ويعلن في أن هذه الرسالة أن إعادة مقاتليه إلى قواعدهم جاءت وهم على بعد 200 كيلو متر فقط من موسكو. ما الذي يعنيه ذلك برأيك أستاذ سرحان؟ هل نزع فتيل الأزمة أم ما زالت الأزمة مرشحة للزيادة إن لم يتم على ما يبدو تحقيق بعض المطالب لبريغوجين التي ربما سينقلها لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا إلى القيادة الروسية؟ مرحبا سيدي فاضل. مثل ما يقال المثل الفرنسي لو مال في، يعني التطورات الاخيره خطيره جدا. كلام رئيس فاغنر الان عن وقف العمليه العسكريه او وقف التمرد مؤقتا، اعتقد انه الرئيس البيلاروسي هو الذي قام بالوساطه، قام بدور الوساطه بين رئيس فاغنر. هذا صحيح طبعا، نعم، او بين الكريملين، ويقال ان حتى الكريملين على علم بذلك. لو سمحت سيدي الفاضل، انا اريد التوقف الى نقطه مهمه جدا. لماذا في هذا التوقيت بالضبط، لماذا في هذا التوقيت بالضبط يحصل هذا التمرد؟ اعتقد يجب ان نقوم بقراءه دقيقه في هذا السؤال المهم. انا طرحته على اكثر من ضيف، لماذا؟ لو الاجابه تاتي من حضرتك سيكون امرا جيدا. أرجو ذلك. هناك رئيس فاغنر أو مجموعة فاغنر المرتزقة هنا قد حوصرت من عدة جوانب، هناك حصار مالي وهناك حصار سياسي. الحصار السياسي هو الذي يعني أثقل كاهلا. الحصار المالي لأن مجموعة فاغنر كما تعلمون متواجدة بكثرة في أفريقيا، ومنذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا فقد قامت بإعادة تمركز قواتها وسحبت الجميع على العديد من قواتها من أفريقيا إلى أوكرانيا، وهذا مما أثر كثيرا من مداخلها المادية، مداخلها المالية. في المداخل المالية انخفضت بحدة، حتى أن القوات الروسية قد وجدت قرب مكاتب فاغنر بسان بيترسبورغ، وجدت شاحنة معبأة بملايير الروبلات. الشيء الثاني، فقد وصل الانسداد السياسي مع وزارة الدفاع إلى نقطة لا عودة. نرى أن منذ أشهر عدة رئيس فاغنر كان يحاول أن يزيح قائد أركان الجيش الروسي وكذلك وزير الدفاع الروسي شويغو، والبوتين قام بدور متفرج. أنا أعتقد أن اللعبة كلها سياسية. الجميع يتحرك الآن من وزارة الدفاع إلى قيادة الأركان إلى فاغنر إلى حتى المجلس الأعلى القومي للأمن الروسي وعلى رأسه ميدفيديف لصياغة روسيا ما بعد بوتين. وبوتين ترك هؤلاء جميعهم يتصارعون فيما بينهم لكي يبقى على رأس السلطة. لكن المشكلة الآن حتى إن توقفت قوات فاغنر على للذهاب أو للهجوم على موسكو، أعتقد هم على بعد 250 كيلومتر فقط من موسكو. المشكلة الحقيقية الآن يعني صورة بوتين كقائد حقيقي لروسيا قد اهتزت كليا. والأمر هناك أشياء أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب، أعطت تعليمات رسمية لجميع سفاراتها بعدم التحدث مع البلدان يعني التي فيها سفاراتها، وعدم التواصل على هذه القضية، وإبداء رأي واحد فقط هو أننا نراقب الوضع عن كثب. هناك أمر آخر سيدي الفاضل، هناك صمت صيني رهيب. الصين لم تتحدث بأي كلمة، وأنا قلت على قناتكم قبل 5 أشهر أن السلطات الصينية قد تواصلت مع روسيا يعني وراء الأبواب المغلقة، وقد حذرتها من تنامي القوات الغير نظامية، قوات فاغنر تنامي قواتها وسيطرتها على 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 الكريملين، وهذا الأمر كان مزعج جدا بالنسبة للصين. فالأشياء هو أستاذ سرحان، يعني هل ما أفهمه من حضرتك أن هذه اللعبة السياسية التي تشير إليها في المجمل وفي المحصلة سيكون النتيجة هو خروج بوتين من الصورة بعد يعني هذا يعني النزاع الحاصل الآن؟ إن لم يتصرف بقمعية ووحشية ضد قوات فاغنر سيخرج من السلطة، نعم، لأن صورته قد اهتزت. وهناك بعض الأشياء يعني ربما البعض يصفها بالصبيانية لكنها تكتيكية. رئيس فاغنر صباحا قد تهجم ولأول مرة على بوتين. هو على مدار الأشهر
كان يتهجم على قائد الأركان، قائد الأركان الجيش صحيح. الروسي. وطبعا جاء هذا الهجوم بعد أن أعلن أو قال بوتين أنه ما يقوم به فاغنر هو خيانة وطعنة من الداخل، يعني كان ردا على تصريح بوتين في هذا الصباح. لكنه تراجع اليوم مساء، تراجع وقال نحن لا نتحدث على بوتين، فهو قد تراجع أعتقد لما دخلت الوساطة الروسية. في تقديري الشخصي ما تقوم به فاغنر الآن هي عملية انتحارية. لا ننسى أن نقطة مهمة جدا بأن وزارة الدفاع الروسية قد أعطت مهلة 1/7 يعني واحد شهر السابع القادم لكي تنضم جميع القوات الموازية إلى وزارة الدفاع، وهم رافضون من منذ اللحظة الأولى كما تعلم. هم رافضون الفكرة، لكن هناك نقطة أخرى كذلك. أعتقد أن الفرنسيين عندهم مثل جميل جدا يقولون لغوزور أغوزي، بالعربية ينقلب السحر على الساحر. حتى في كيفية معالجة قضية فاغنر السلطات الروسية تثير الريبة، فقد بعثت بقوات الشيشانية لكي تقاتل قوات فاغنر. هذا يبين أن وزارة الدفاع الروسية وقيادة الأركان الجيش الروسي ليست لها أي سيطرة. أنت عندك مشكل مع مرتزقة أو لها رأي مختلف مثلا، البعض يقول أنها لها رأي مختلف عن بوتين. سيدي الفاضل أبو حركة بسر، يعني العديد يعرفونها تحركات فاغنر وتحركات وزارة الدفاع السوري الروسية بالتنسيق مع قيادة الأركان توحي بأن هناك مجموعة داخل روسيا، وأقول يعني صراحة أنا رأسها الأوليغارشيا، يعني قد ضاقت ذرعا من الحرب الغزو الروسي لأوكرانيا. طيب وهل دولة بحجم يا أستاذ سرحان، هذه فرضية فعلا البعض يتحدث عنها، هل دولة بحجم روسيا العظمى تحتاج لهذا السيناريو الذي بلا شك يضر بسمعة دولة كبيرة كروسيا، حتى يمكن أن يعني ما يمكن أن نطلق عليه أن يكون هناك خروج آمن من أوكرانيا، تحتاج لهذا السيناريو الذي أشرت حضرتك بشكل واضح أنه هذا صورة بوتين يعني المهمة لدى الشعب، وهذا هذه الإمبراطورية الكبيرة الروسية؟ لا لا لا، أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة أن روسيا قامت بهذا لكي تنسحب من أوكرانيا، لأنه الضرر أكثر من الأمور الإيجابية. صورة بوتين قد اهتزت. ما يعني لبوتين أن يخرج رجل كان من المقربين لديه، وهو سر تعاظم مجموعة فاغنر وكذا، لأنه في البداية روسيا سمحت بتكوين أو هي التي كونت مجموعة فاغنر لكي تكون ذراعها الأمنية، فقد ذهبت بعيدا في أفريقيا وحتى في أمريكا اللاتينية. أما أن يخرج شخص ويهدد بوتين ويقول يعني حرفيا أن الحرب الروسية على أوكرانيا حرب باطلة، وأن أوكرانيا لم تكن تريد السوء لروسيا، وأن حتى الحلف الأطلسي لم يكن يريد السوء لروسيا، فهذا إحباط كبير لمعنويات الجيش الروسي الذي لا يحتاج لإحباط، لأنه أصلا هو محبط. لأنه إذا تذكرتم تحدثنا منذ أشهر وقلنا أن القوات الأوكرانية صابرة، وهي يعني تتربص لتنتظر الصيف لكي تشن هجومها لاستعادة الأراضي التي احتلت من طرف روسيا، وذهبت بعيدا صارت تهاجم حتى شبه جزيرة القرم. فالأمر متشابك جدا، لذلك نرى أن القوة العظمى كلها يعني تلتزم الصمت، وعلى رأسها الصين. أنا أعتقد أن الصين دوما في كل ما يتعلق الأمر بروسيا الصين هي المفتاح. وأنا عندي معلومات أكيدة أن الصين قد حذرت الكرملين منذ عدة أشهر عن تعاظم يعني التعاظم وتزايد من نفوذ قوات فاغنر. على كل أحوال أنا أشكرك شكرا جزيلا من مدينة بازل السويسرية، مؤسس ورئيس مركز ستاس الدولي للدراسات الاستراتيجية سرحان الطاهر سعدي، شكرا جزيلا لحضرتك.